السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال حضرتك يعني مثلا اتعامل ازاي مع شخص مثلا كثير الشكوى، اوقات بيحفر جوه نفسي حاجه ناحيتي، يعني مش عارفه يعني اتصرف ازاي في الموضوع. يعني كثير الشوكة منك يعني ولا من؟ حد قريب مني وبيشتكي كتير جدا، يعني بيشتكيكي لدرجة انت، يشكوكي انت ولا ايه الموضوع؟ بيشكي عامة في حياته، حياته عامة شايفها سودة، كل حاجة تعب مرض، الحياة عامة. أنا بيجي جوايا حاجة يعني رافضة الموضوع ده، يعني هو يشتكي تسخطا على اقدار الله. في الآخر بعد كل حاجة، طب الحمد لله، يلا بقى نعمل إيه؟ خلاص الحمد اصبري، لله. انت مالكيش مشكله، انت هتجيبي مشكله ولا من غير مشكله ليه بس؟ خلاص هو أنا بيعمل كده بحس جوايا، جواك وبراك يا ايه، بس الان اسمحي له وقولي له يا اخي اذكر فضل الله علينا، ذكريه بكلام طيب، لكن هتفرقيه من اجل انه كثير الشكوى؟ لا، قولي له يا اخي حرام عليك، احنا الان في نعم من الله، غيرنا ذكريه بغيركم، غيركم في مريض وفي مشلول لاخره، انما تفرقيه من اجل انه بيشتكي حاله. اذا كان يقصد التسخط على قدر الله يأثم، إذا كان يشتكي اللي يحن عليه شخص قريب له تختلف.